دومات الجديدة مدينة منظمة والسكن كويس والشقة جميلة وحاجة والحركة المرورية تمام والخدمات هنا كل حاجة متاحة وكل حاجة موجودة ومنتعبش في أي حاجة حتى هنا رجال المرور يعني خافين التكاتك عشان هم بيعملوا المنطقة دي منطقة نظيفة ومدينة ساحلية. هي من أرقى المدن السياحية على مستوى الجمهورية في البنية التحتية في الحدائق في الشوارع، ففرصة عمل جميلة، بلد جميلة جدا. وبخصوص برضك الجامعة، تعتبر احنا عندنا هنا الجامعة بتاعتنا يعني على مستوى الشرق الأوسط كله حاجة جميلة أوي. بنشكر السيد الرئيس على الإنجازات الجميلة. دمياط الجديدة بلد جميلة ومنشآتها كويسة ومسافه كويس وما شاء الله مسافه يفوق راس البر. انا بشكر كل الدوله على المدن الجديده اللي هي انشاتها لان اتاحت الفرصه لجميع المستويات، ماشي، في اسكان متميز، في اسكان عالي، في اسكان اجتماعي، فكل الوقت بيسكن. قامت الدوله بانشاء عده مساكن سواء سكن اجتماعي او سكن متميز، وخاصه في دمياط الجديده مثل دار مصر مثلا للناس اللي معاها فلوس كويس وسكن معقول اقل منها سعرا زي سكن مصر. والاسكان الاجتماعي موجود برضه في دمياط الجديده، وده طبعا وفر عماله سواء من الشباب او المقاولين او المهندسين. هي بلد منظمه وبتدخل دخل كويس للناس، فيها شغل كتير ومشاريع كتير. دي اكتر حاجه عجباني في دمياط الجديده، بالرغم ان هي مصيف فيها ترفيه وفيها شوارع كتيرة، يعني فيها محلات وناس كتيرة بترزق منها يعني.